يا الاخوان، فيديو جديد اليوم غادي ندير مونستا انفينيت. هاد الفيديو الاخوان يكون فيها جوج ديال البارت الاساسيين. البارت الاولى فيها كيفاش تعاونوا وتستافدوا من هاد اللعبه ديال 25000 موني توكن اللي غادي يعطيوها فري للزاول اللي غادي انفيتيو لي زامي ديالهم في ديسكورد. ديسكورد ديال مونستا انفينيت عندي الاخوان واحد الفكره، انا بغيتو تطبقوها في ديسكورد ديالنا ولا بغيتو تطبقوها في ديسكورد اخرين ديال العزاوة اخرين، فهمتيني؟ انا الاخوان ما تنشريش الفيديوهات ديالي في ديسكورد اخرين، تنشريها في ديسكورد ديالي وديال العزاوة، فهمتيني؟ بغيتو نتوما هاد الفكره تقترحوها على بنادم اخر باش يجي لها ديروها الاخوان، لان اللعيبه زوينه وتعاون العزاوة اللي ما عندهم ما انفيستيو، فهمتيني؟ تلاقي اللي ما عندهم والو وبغاو تما تقداو تيم ولا شي لعيبه تعاونوهم بزاف في هاد اللعيبه. ثاني حاجه الاخوان تكون في الفيديو دي زانفو على مونستا انفينيت، على اللعيبات ديال الموني الاس تي تي واللعيبات كيفاش تقدر مونستا لعيبات، دي زانفو على ليكونومي ديال الجيم. هادشي نخليوه الاخوان البارت الثانيه في الفيديو، فحاولوا تكملوا الفيديو حتى هادشي مهم. البارت الاولى الاخوان اللي قلت اللعيبات ديال 25000 موني توكن، هادشي الاخوان يبقى 25 يوم، تكون عندك 25 يوم باش تخطط لهادشي هذا وباش تقاد المسائل ديالك مزيان. علاش خاصك تجي؟ خاصك الان فيتي لي زامي ديالك للتيسكورد ديال مونستا انفينيت، غادي خاصك تعمر هاد اللعيبه ديال الكليميه الاولى، غادي تفعل الواليت، غادي تفعل سميت كل لعيبات، وغادي تبدا الان فيتي بنادم لي زامي ديالك للتيسكورد ديال الجيم ديال مونستا انفينيت. ما تبداش تصيفط انفيتاسيون لكلشي، ولكن ان فيتيو كي تشوف هنايا بحال هكا، فهمتيني؟ ان فيتي لي زامي ديالك. الخطه الاخوان اش فيها؟ فيها انه غادي تجيو الاخوان اول حاجه كلشي ولا اي واحد يشوف هذا الفيديو يخرج من ديسكورد ديال مونستا انفينيت، خرج من ديسكورد ديالو وغادي تجيو الاخوان انفيتيو بارتياتكم، كلشي غادي انفيتي، كلشي كلشي غادي اكسبتي كلشي. علاش؟ باش تقدروا انفيتيو بارتياتكم عاوتاني للديسكورد ديال الجيم وتستافدوا، فهمتيني؟ كاين عزاوة صحابكم عندهم ديسكورد ما تيعرفوش فهاد الدومين شي حاجه، حتى هما قول لهم يدخلوا باش يعاونوكم. كاين شي واحد تعرف كيفاش يخرج ديسكورد قدام شي لعيبه، فهمتيني؟ فيدوا بارتياتكم الاخوان، كريت هاد الروم هنايا، كريت هاي دابا الاخوان جيو عاونوا بارتياتكم، خططوا مزيان هنايا اش بغيتو ديروا. اللي عنده شي فكره يرميها هنايا، لانه كاين 25 يوم باش ديروا هاد الالاعيب هادو باش تانفيتيو اكبر عدد ديال بنادم. هادشي اللي كاين الاخوان، زعما هذا هو المختصر المفيد، هو انكم تعاونوا الاخوان وباش بنادم يستافد. كنت نقدر نجي انا مثلا نقول لكم دخلوا وغادي فهمتيني باش نستافد انا ولا، ولكن الاخوان محتاج بنادم اللي ما عندوش باش يتقدا تيم هو اللي خصكم تعاونوه، فعاونوا بعضياتكم الاخوان. تنقولها وتنعاودها، علاش؟ لانه حنايا فينا المساوس، وهذا الشيء ما عرفتش واش يتحيد منا شي نهار ولا والو. بنادم مسموم، بنادم تيبقى تيدس ليك في البياج الكومباريزون، بزاف ديال اللعيبات خايبين فينا الاخوان. حاولوا هاد اللعيبه تقترحوا على بنادم اخر في ديسكورد اخرين ديال العزاوة، ولكن بزاف ديال العزاوة زوينين وظريفين في نيت العزاوة تيديروا هاد الكونتنت نيت في المغرب. صيفطوا لهم دي ميساج قول لهم ديروا هاد اللعيبة هادي، راه تتبان ليها تعاون بنادم، لانه ما كاينش مينيموم ديال لي زانفيتاسيون. ممكن تانفيتي عشرات الناس وتاخد انت لاباي ديالك، فهمتيني؟ واخا تكون يحسق الله روب، ولكن تاخد شي حاجة. اوف كورس لا لا، هادشي طبقوا بنادم مزيان، راه كلشي ياخد الاخوان واحد التوكينات، واحد العدد ديال التوكن صغير، واخا هي جوج ولا ثلاثة ممكن تقدا بهم مونستا وتسميت وتشري واحد اخر تبريتي، وهي عندك تيم ولا شي لعيبة الاخوان، تاخد شي لعيبة فري، لانك تعاون مع خوتك مغاربة، فهمتيني؟ ما كاينش شي حاجة عجيبة. فيليبينيين دابا دخلوا لي جروب ديالهم ما تلقاهم تيتعاونوا، حنا ما تنتعاونوش حيت بنادم فيه المساوس، ما فهمتش. المهم هادشي اللي كاين الاخوان في هاد البارت هادي، ما كاينش شي مينيموم ديال لي زانفيتاسيون، اي عدد ديال بنادم انفيتي راه غيتحسبوا ليك، غير هو دايرين واحد اللعيبه ديال الاكونت جداد. ما عرفتش شي يعني باكونت جداد، واش سيمانه واش يومين واش لعيبه ولي بوت. هادشي هذا الاخوان حاولوا تكريو كاع لي بيتيست هاد اللعيبه، تجي كري اكونت يجي فيهم تصاور، يخليهم سيمانه جوج، لانه كي قلنا الاخوان راه عندك 25 يوم باش تخطط لهاد اللعيبه هادي، فراه كاين الوقت الاخوان باش تجيو هاد الالاعيب هادو وتقادوا المسائل ديالكم مزيان. ها هو الديسكورد، جيو دوا الاخوان خططوا، سيروا لشي قنطه اخرى دووا فيه، فهمتي؟ ماشي ضروري تجيو لهنا، انا الفكره جاتني بحال هكا، خرجوا عاودوا دخلوا. هادشي اللي كاين الاخوان في هاد البارت الاولى ديال الفيديو. البارت الثانيه الاخوان هي هادي، لعيبات ديال زعما الجيم كيفاش تخدم القضيه في مونستا انفينيت. البلون ديالهم الاخوان هما انهم غيجيو مونستا تشين، غيجيو واحد العالم اخر ديال مونستا ابار باينانس سمارت تشين. غادي خصك تبريدجي الموني ديالك من باينانس سمارت تشين لمونستا تشين، ابخي تكونفيرتي الموني ديالك للاس تي تي. فهادشي اللي كاين الاخوان هنايا، ما نطولوش في هاد الالاعيب هادو. واحد المعلومه الاخوان اللي مهمه بزاف هي انه الاس تي تي ما عادش تقدر تبيعو من بعد ما تشونجي من الموني للاس تي تي في مونستا تشين، ما عادش تقدر تخرجو ولا شي لعيبه. هاد اللعيبه عقلوا عليها، الزاوي اللي بغاو يشريو ويعاودو يبيعو ديك الساعه ما يمكنش، خاصك تسنى حتى يحلوا اللعيبات
تيحلوا عاوتاني داك الشونجمون من استيت المونستا. هنا الاخوان دايرين زعما ليكونومي كتخدم وكيفاش تكون ايكونومي اوبتيميزي، فهمتي كيفاش اوبتيميزيو العباد باش الفلوس يبداو تدورو هنايا. غادي يكون الاخوان واحد سميتو كاع هنايا ماستر شيف سمارت كونتراكت. الا قلتي شي واحد يكون مسؤول على هاد سمارت كونتراكت هادي ولا تكون واحد سمارت كونتراكت مسؤول على شي واحد، ولا يبقى تيتكتا زعما هاد الاس تي ياخذو غادي يحطو في التريجري باش تبقى القضيه تروسيكلا كل مره. بارت الثانيه الاخوان ديالنا كي تشوفوا هنايا غادي يكون مونستر تشين، غادي خصك تبريدجي من الباينانس سمارت تشين الموني ديالك المونستر تشين، ابري في المونستر تشين تاخذ الاس تي تي بالموني. واحد المعلومه الاخوان مهمه، انه ما يمكنش تعاود تشونجي من الاس تي تي للموني، الوغ ما يمكنش بحال قلتي ما يمكنش تبيع الاس تي تي. علاش؟ باش يعطيو زعما قيمه للاس تي تي والعباد. شخص واحد لا غادي يقدر ولا بحال قلتي ادريس وحده لا تقد تقدا الموني بالاس تي تي هي هاد الماستر شيف ادريس الاخوان، شي واحد يكون مسؤول على شي ايكونوميست لا شي لعيبه وغادي يبقى تيعاود بالاس تي تي يتقدا الموني وغادي يحطو فسميتو في ستاكين تريجري باش بحال قلتي يوقع واحد السيستم ديال الريسيكلاج. الاس تي تي تولي عندو قيمه، الموني تولي عندها قيمه والناس اللي يولجيو يستافدو. فهادي هي البارتي الاولى الاخوان على قلت الاكستشينج ميكانيزم، ولكن تا ليكونومي كي غتخدم فهمتيني. هاد اللعيبه ديال المونستا تشين الاخوان تكون زوينه، تيحاولوا ما امكن يديروا بحال اكسي فهمتيني، اس تي تي اي اكس اس اس ال بي والموني. هادي الاخوان هي اللعيبه الاولى. اللعيبه الثانيه الاخوان هي هادي بحال قلت البلانين ديال الجيم ولا شي لعيبه زعما اكسترا زعما من فوق هادي يزيدوا حتى هاد اللعيبه الاخوان. فبحال قلتي الا دخل بنادم بزاف للجيم غادي تكون دوموند كثر على المونستا، دوموند كثر على المونستا يعني ان بنادم غادي خصو يشد الاس تي تي لانه ما يقدرش تقدر المونستا بالموني. غادي خصك ضروري تشونجي ولا تبريدجي الموني للاس تي تي ولا الموني من بانس سمارت تشين الموني في مونستا تشين. ابخي مونستا تشين تقبض الاس تي تي، ف غتكون دوموند على الاس تي تي والاس تي تي الاخر ماش تقدر تبيعهم. دوكو هادشي غادي يجي لانه كاين بزاف ديال الاكسشينج غادي يوقعو من الموني للاس تي تي. غادي تحط كثر ديال الموني يتستاكا، كثر ديال الموني مستاكي يعني انه بنادم غادي يبقى تياخد ريوردز ديالو. ماشي يوقع بحال بزاف ديال الجيمز فاش داك الريوردز بول تتقادم منها كلشي. هادشي غادي قيمة للموني وغادي يعطي قيمة حتى للاس تي تي. بنادم اللي مولتي غادي يستافد، بنادم اللي مولتي زعما الاس تي تي ولا الموني كلشي غادي يستافد. وهاد السيكل يبقى تيتعاود الاخوان فتيبان لي زعما هادشي زوين، هاد اللعيبات هادو زوينين زعما دار واحد الكومباك بعد هاداك البداية الكارثية ديالهم. هادشي تيبان لي زوين، هاد اللعيبة الاخوان تاهي زوينة. حاولوا زعما ما امكن تطبقوا هادشي اللي كاين هنا الاخوان. ان فيديو بنادم ديروا العيبات ديروا بارتيات الاخوان زعما كاين بزاف ما يدار. هادشي اللي كاين على زعما في هاد الفيديو، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما كرهتش نشوف دابا هادشي ولي اكتيف واللعيبات مورا ما تشوفوا الفيديو لانه عندك 25 يوم. حاولوا تستغلوا الاخوان الوقت. نشوفكم في فيديو جديد الاخوان. بيس، مابقاو والو ماتش المغرب، حاولوا ترجعوا الاخوان في الماتش باقي له 2 ساعه. بيس على زعما.